21/1/2014 أرسطن، آثار دمار في مدينة أرسطن جراء القصف العنيف المتواصل، من كتيبة الهندسة التي تقع شمال المدينة وبالطائرات الحربية أيضا. كما نرى هذا الحي وهذه المنازل المهجورة والمدمرة، منذ أكثر من عام ونصف بسبب قصف عصابات الأسد المتمركزة داخل كتيبة الهندسة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. واحد وعشرين واحد 2014 مدينة الرسطن.